بعد الطوفان العظيم الذي حدث لقوم نوح عليه الصلاة والسلام، لم يبق على الأرض غير المؤمنين. ولكن بعد موت نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، نشأت أقوام متعددة، فقاموا بعبادة الأوثان والأصنام، واتخذوا أندادا من دون الله عز وجل يتوسلون إليها ويطلبون رضاها. وكان من أشهرهم قوم عاد الجبابرة، فهم قوم سكنوا الأحقاف وتمادوا في البنيان، كانوا أقوياء أشداء، قلوبهم قاسية، خلقتهم عظيمة، وأجسادهم طويلة، من أقوى الأمم وأعظمها. كانوا يتطاولون في البنيان من أجل التفاخر ولتخليد اسمهم في العالمين. كانوا يصنعون القصور في الجبال وأسوارهم من ذهب وفضة، فكانت لهم مدينة لم يخلق مثلها في البلاد، وبيوتهم كانت في غاية الجمال. أراضيهم كانت جنانا خضراء ترعى فيها المواشي وتفيض الأموال ويكثر الأبناء، وأصبحوا أصحاب الخلافة في الأرض بعد قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم اغتروا بأنفسهم وقوتهم وما أنعم الله عز وجل به عليهم، فكفروا بالله عز وجل وبأنعمه، وعبدوا الأصنام والأوثان، وقالوا هذا من فضلنا نحن ومن صنع أنفسنا، فكفروا بأنعم الله وتجبروا وطغوا في البلاد. فأرسل الله عز وجل إليهم نبيا مباركا منهم، كان أحسنهم خلقا وأفضلهم موضعا وأوسطهم نسبا، وهو هود بن رباح ابن عاد بن عوض ابن سام بن نوح عليه السلام. دعاهم هود عليه السلام إلى ترك عبادة الأصنام، وقال: يا قوم، هذه الأحجار التي تسجدون لها إنها لا تنفع ولا تضر، فعودوا إلى عبادة الله وحده. ثم إنهم رفضوا واستكبروا وكفروا، ولم يكتفوا بذلك بل واتهموا نبيهم بالسفاهة والكذب، وقالوا فيما بينهم: كيف نولي علينا من هو أفقر منا؟ وكيف نولي علينا من يشرب ويأكل أقل منا؟ كيف نطيع بشرا مثلنا؟ أنت لست نبيا يا هود، ولو أطعناك لنكونن من الخاسرين. فهل تعدنا يا هود أننا إذا متنا وكنا ترابا سوف نبعث مرة أخرى؟ إنما نموت مرة واحدة ولن نبعث مرة أخرى يا هود. فلما سمع هود عليه السلام كلامهم، ما كان منه عليه السلام إلا أن خاطبهم باللين وبالحكمة وبالموعظة والصبر، فكان بين قوم جبابرة يريقون الدماء، انتشر فيهم الظلم والبطش والعدوان، وسبوا نبيهم واتهموه بالضلال، ولكنهم لم يتعرضوا له بالإيذاء. فقال لهم: يا قوم، توبوا إلى الله عز وجل قبل أن يحل عليكم عذاب ربكم. قالوا: يا هود، لن نؤمن لك سواء أوعظتنا أم لم تكن من الواعظين. وأصر قومه على التكذيب والكفر والطغيان، وقالوا له: ائتنا يا هود بالعذاب إن كنت من الصادقين. دعا هود ربه عز وجل أن ينصره على القوم الكافرين، فأمسك الله تبارك وتعالى عنهم المطر، وبدأ الجفاف يحل في الأرض، وامتنعت السماء عن إنزال المطر. وسأل قوم عاد: ما هذا الجفاف يا هود؟ فقال: إن الله ربكم غاضب عليكم، فسخروا منه وازداد كفرهم وعنادهم وضلالهم، وقالوا: لن نؤمن بك يا هود حتى إذا متنا من العطش. واتجهوا إلى أصنامهم طالبين منهم نزول المطر، وأصفرت الأشجار ومات الزرع وعقمت أرحام النساء، وبدأوا يطمعون في المطر، حتى إنهم رأوا سحابة سوداء بالسماء فرح بها القوم، وقالوا: هذا عارض ممطرنا، أي هي سحابة فيها مطر سيغيثنا. ولكن كان عذابا من عند الله عز وجل، وجاءت السحب والغيوم والبرق يضرب السماء والرعد يهز المكان، فكانت رمادا لا تبقي من عاد أحد إلا جعلته كالرميم، والريح تضرب القوم حتى أهلكت ودمرت كل شيء بأمر ربها. قيل: فكانت ترفع الرجل منهم عاليا ثم يقع على رأسه فتنقطع عن جسده، ويترك جسدا دون رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فتمت إبادتهم وقتلوا جميعا ولم يبق منهم أحد، وأصبحت مساكنهم الذين كانوا يتفاخرون بها خاوية. واستمر هذا العذاب الأليم مدة 7 ليال و8 أيام، والريح تمزق كل شيء حتى الأجساد، والريح تصدر أصواتا مخيفة لم يسمع بمثلها من قبل، وبدأت الرياح تحمل كل شيء في أماكن بعيدة،
قيل: وكان هود عليه السلام قد اعتزل ومن معه من المؤمنين في حظيرة، كانت الريح تمر عليهم فتلتذ الأنفس وتلين لها الجلود. وهذا ولا شك بأمر الله عز وجل، فإن الأمر الواحد إذا شاء الله عز وجل أن يجعله رحمة كان، وإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يجعله عذابا كان. عاش المؤمنون في هذا المكان، ثم مات هود عليه السلام ودفن في حضر موت. ومرت الأيام وعاد الناس مرة أخرى إلى الكفر بوسوسة من إبليس الذي لعنه الله عز وجل. ثم بعث الله عز وجل فيهم هذه المرة نبيه صالحا عليه السلام.